الانتصار. عند النظر إلى التاريخ البشري قريبه وبعيده، نرى الكثير من الحروب المنتصرة والخاسرة والمهادنة وغيرها من النتائج. لكن السؤال، ما الذي يميز مفهوم الانتصار الرائج في عالمنا عن مفهوم الانتصار الذي انتصره سيد الشهداء صلوات الله عليه؟ فهل سيد الشهداء انتصر؟ وكيف؟ وما هو معيار الانتصار؟ الانتصار في اللغة بمعنى العناية والتسديد. في عاشوراء كانت الحرب ليست تقليدية، ويمكن تسميتها بأنها عملية اغتيال جماعي، وعادة ما يكون الاغتيال سرياً، ولكن رعب العدو من حجم المهابة الحاضرة في عاشوراء المتمثلة بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه اضطرهم أن يكون الاغتيال 30,000، وأيضاً لخشيتهم من نفاذ الإمام إلى الكوفة وانقلاب المشهد ضد السلطة. استطاع الإمام الحسين عليه السلام رسم هذا المشهد فحول الاغتيال إلى ملحمة، ولهذا فالإمام حدد أهدافها، وكان الهدف الوحيد للخصم والعدو هو محو ذكر النبوة كما يتبين من الشواهد دفناً دفناً، أو بيت الشعر المعروف لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذا نظرنا لهدف العدو فيقيناً أنه فشل وانقلبت المعادلة تماماً، ولكن ما الأهداف التي وضعها الإمام الحسين؟ وضع الإمام الحسين عليه السلام أهدافاً لا تتحقق بالإنجاز العسكري، فهدف إقامة حكومة إلهية وإدارة عادلة وإزالة المفاهيم والسلوكيات الخاطئة وغيرها من الأهداف تتحقق بالحكومة الإلهية العادلة. وضع الإمام الحسين عليه السلام هدفاً آخر، وهو تخليد ذكر النبي من خلال المشهد الملحمي ورسم طريق للأحرار في المستقبل، قاعدته الرئيسية أن التضحية أمر ممدوح ومطلوب، ونموذجه يبعث الحياة لكل مستضعف، وهذا النموذج هو كربلاء، فكل ما لدينا من عاشوراء. والإمام حقق هذا الهدف العظيم، فانتصر الدم على ذلك السيف، فالسيف لم يكسر في المعركة ولكن كسرت جميع أهدافه، وهذا هو الانتصار العاشورائي الكربلائي. رزقنا الله وإياكم كسر أهداف الأعداء لإعلاء أهداف عاشوراء بحق محمد وآله النجباء. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.